اهلا بكم مشاهدينا الى فقرتنا الاسبوعيه من التحليل الفني، نتابع ونحلل مع ضيوفنا اخر المستجدات والتوقعات والفرص الموجوده في الاسواق. قبل ان نبدا دعونا ننوه ان دائما هذه الفرص هي فقط التوضيح ولتحليل السوق، وطبعا لا يمكن ان يعتد بها وحدها كاساس للبيع والشراء، وكذلك طبعا يعني هي صادره عن المحللين الذين نستضيفهم معنا في الاستوديو لتحليل الاسواق. طبعا لا ليس لها اي او سي ام سي ليس لها اي مسؤوليه قانونيه عن هذه التحليلات، ولكن نحاول ان نلقي نظره على ما يحدث في الاسواق من منظورات مختلفه، الجانب الاساسي والجانب الفني. يسعدني ان يكون معي في حلقه اليوم سيد حبيب عقيقي، وهو كبير استراتيجي الاسواق في تريدبيديا. اهلا ومرحبا بك حبيب من جديد. اهلا. اعددت لنا مجموعه من الاسهم والفرص المنطقه طبقا لتحليلاتك، و يعني انت اخترت ان تبدا باسواق محليه، ودعنا نبدا مع السوق السعودي وسهم جبل عمر في السوق السعودي. انت لديك توقعات ايجابيه على ما يبدو بشان هذا السهم. صحيح، سهم جبل عمر كان صار له فتره طويله عم يهبط ضمن سلسله من القمم والقيعان الهبوطيه، لكن بالاسابيع الاخيره هذا هو الرسم البياني اليومي، لذلك بالاسابيع الاخيره عم نشهد نوع من احتمال الانعكاس. فشلوا البائعين بتخطي القاع الأخير، ولذلك حاليا عم نرجع نشوف اختبار للقمة السابقة عند مستوى 43.7 ريال. اختراق هذه القمة رح يشكلنا نمط انعكاس صعودي باتجاه 47، ومن ثم الهدف الثاني عند 52 ريال. طبعا محمد دائما إشارات الدخول لازم تكون مصحوبة بأمر وقف الخسارة، ووقف الخسارة لهذا المركز يجب أن يكون دون مستوى 39 ريال. يعني الملخص على جبل عمر هو انتظار اختراق مستويات 43 ريال 70 هللة، إذا اخترق هذه المستويات ربما ينطلق إلى 47 ريال ثم يستهدف 52 ريال، لكن يعني قد تكون حركة انعكاسية على السهم كذلك. صحيح. إذن هذا عن جبل عمر. ننتقل إلى سهم آخر أيضا في السوق السعودية وهو المتحدة للتأمين التعاوني. لديك ايضا على ما يبدو وجهه نظر ايجابيه بشان السهم حبيبي. صحيح، احتمال انعكاس وارد على هذا السهم كمان من بعد الحركه الهبوطيه، عم نشهد زخم صعودي قوي بالاسابيع الاخيره. البارحه كان عندنا كمان صعود جيد جدا، محاولة لكسر مستوى المقاومة اللي هو القمة الأخيرة عند 14.4، لذلك النجاح بتخطي هذا المستوى رح يعطينا نوع من الانعكاس الصعودي باتجاه 15.4، ومن ثم الهدف التالي عند 16.9، ووقف الخسارة لهذا المركز كمان يجب أن يكون دون مستوى 12.8. إذن طبقا لتحليلك حبيبي، يعني الاختراق أو نقطة الدخول على هذا السهم هي 14 ريال و40 هللة، والحفاظ على مستويات وقف الخسائر تحت مستويات 12.80، ثم استهداف 15.40 و16.90. طبعا يعني قطاع التأمين في السعودية يؤدي بشكل جيد في الفترة الأخيرة، ويستفيد منذ الإعلان أو يعني القرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، ربما كان بدأ يسعر بعض المكاسب هذا القطاع، وربما هذا يتوافق أيضا مع هذه الرؤية حبيبي. على كل حال مشاهدينا، دعونا نتجه إلى الأسواق العالمية وملعب الأسواق العالمية وما يحدث على الدولار الأمريكي. نحاول حبيبي أنا وأنت تحاول أن تحلل الدولار مقابل باقي العملات لنعرف اتجاه العملة الأمريكية. حاليا هذا هو الدولار مقابل الدولار الكندي. صحيح. برأيك يعني لم يستفد كثيرا الدولار الكندي من قوة النفط، هل نتوقع استمرار تفوق الدولار الأمريكي؟ يعني محمد اذا عم نشوف هون كان في ارتفاع للدولار الكندي او هبوط للدولار الامريكي مقابل الكندي، لكن هذه هي فقط موجه تصحيحيه ضمن هالاتجاه الصاعد يلي مكون من قمم وقيعان صعوديه. اللافت بالانتباه هون انه لدينا اتجاه صاعد، حصلنا على موجة تصحيحية، حاليا عم نختبر منطقة دعم مهمة. إذا منلاحظ عند هالقمة الأخيرة كانت هيدي منطقة المقاومة، كمان تتوافق مع المرتفعات التالية هون، لذلك وكذلك الأمر تتوافق مع خط الاتجاه الصاعد يلي اختبر مرة 2 3 4، حاليا عم نختبره لخامس مرة، لذلك هيدي المنطقة هي منطقة دعم
قوية. طبعا نحن بانتظار انعكاس صعودي عودة للزخم الصعودي، ربما أفضل أنه نرى شمعة صعودية حجم كبير مع إغلاق فوق مستوى 1.3190، لكن نحن بانتظار إغلاق فوق مستوى 131.90 حتى نقدر نقوم بعمليات الشراء أو نفتح مراكز شراء جديدة مع وقف خسارة دون مستوى 130.70، مستهدفين في مستوى 135.70. يعني هو صفقة طويلة المدى، ربما تتوقع صحيح. أن يكون الدولار قوي على فترة طويلة، يستمر الاتجاه الصاعد طبقا لتحليلك حبيبي، يعني الارتداد من هذه المستويات مستويات 30.70 والإغلاق فوق 31.90 يقود إلى 1.35. صحيح، لكن كسر هيدا كسر منطقة الدعم هاي سوف تدل إلى ضعف، لكن لا نحبب أن نفتح مراكز بيع هون قبل أن نرى انعكاس بالسلوك السعري. إذن هذا بالنسبة للدولار مقابل الكندي. ننتقل إلى رسم بياني آخر وهو اليورو مقابل الدولار، أو ربما يورو مقابل الدولار. نعم. صحيح، اليورو مقابل الدولار، يعني على عكس الحركة للدولار الكندي أنت تتوقع أن اليورو سيؤدي بشكل أقوى مقابل الدولار، لماذا هذا التباين؟ صحيح محمد، إذا نطلع على السلوك السعري دائما لما نحكي تحليل فني ما منجرب بس نركز على التحليل الفني من دون ما نركز على الأساسيات. إذا نطلع على السلوك السعري منشوف أنه اليورو كان باتجاه صاعد، شهد حركة عرضية ومن ثم بدأ الاتجاه الهابط، شفنا هبوط أكثر من 1000 نقطة من مستويات 125 إلى مستويات 115، لكن صحيح. اللافت بالانتباه أنه هالزخم الهبوطي عم يشهد ضعف، صار عندنا محاولتين لكسر مستوى 115 وهذه المحاولات كانت محاولات فاشلة. عم نشهد ارتداد من مستوى 115 بمحاولة لإعادة اختبار القمة الأخيرة والحد العلوي للقناة الهبوطية، لذلك أي اختراق لمستوى المقاومة يلي هو عند 118.50 رح يشير إلى عودة الزخم الصعودي باتجاه 120.60 وربما إعادة اختبار المرتفعات عند 124. طبعا فقط لكل الأشخاص المضاربين يلي بانتظار يفتحوا مراكز شراء، ننصح بالشراء فقط بعد اختراق مستوى 118.50، لكن فوق 118.50 ممكن نفتح مراكز شراء مع وقف خسارة تحت مستوى 115 باتجاه 120.50 وثم إعادة اختبار المرتفعات عند 124. يعني المستويات المفضلة بالنسبة لك للشراء على اليورو على المدى الطويل هي بعد كسر مستويات الدولار 18.50 ثم بعد ذلك استهداف دولار 20.60 ودولار 24. طبعا حاليا عم نشوف حركة عرضية محمد، لذلك كمان اختراق مستوى الدعم عند 115 رح يكون إشارة لاستئناف الهبوط باتجاه 113. إذن أيضا يعني إبقاء عمليات وقف الخسارة طبعا لأنها صفقة طويلة المدى طبعا فهناك تفاوت كبير في وقف الخسارة، ولكن طبعا تبقى مستويات الدعم كما ذكرت حبيب هي 1.15 تقريبا هي المستويات الدعم. طيب النيوزيلندي أيضا مقابل الدولار على ما يبدو أنه أيضا يرجح لتراجع العملة في نيوزيلندا وبعض الضعف في العملة النيوزيلندية على ما يبدو من التحليل، هل هذا صحيح؟ من بعد عملية الهبوط يلي كان صار إلى أشهر شهدنا تصحيح، موجة تصحيحية كمان ضمن هالقناة الهبوطية. حاليا كمان عم نختبر منطقة مقاومة مهمة جدا، يعني عم نشوف القاع الأخير اختبار مرة تانية حد القناة الهبوطية العلوي، لذلك كمان نحن بانتظار عودة ضغط البيع عند هذه النقطة، شمعة حمراء كبيرة أو شمعة هبوطية كبيرة، إغلاق دون مستوى 68 راح تفتح مجال للهبوط باتجاه 65.90، يعني قرابة 110 نقاط مع وقف خسارة فوق مستوى 68.50. ننصح بالبيع فقط إذا شفنا هالانعكاس، بعض المضاربين دائما بحاولوا يستبقوا العملية ويفتحوا المراكز من دون ما نشهد تأكيد من السلوك السعري، دائما نفضل أن نشهد شمعة انعكاسية هبوطية من ثم لنتأكد أنه منطقة هالمقاومة هيدي اشتغلت بطريقة صحيحة
وعودت الأسعار للهبوط. إذن 68.50 هي منطقة مقاومة جيدة على الدولار النيوزيلندي. طبقا لسيد حبيب يجب مراقبة هذه المنطقة وعمليات البيع منها طبعا مع المحافظة على وقف الخسارة والمحافظة أيضا على رؤية انعكاس من استراتيجي من هذه المنطقة في الاتجاه الهابط. ماذا عن الأسهم الأمريكية والناسداك؟ ويعني على الرغم من أن البعض التقارير تشير إلى تراجع عمليات الاستثمار في أسهم النمو في الولايات المتحدة، إلا أنك ترى أن الناسداك متجه لمستويات قياسية على ما أرى. صراحة أنا اخترت هذا المؤشر الأقوى عالميا هو مؤشر الناسداك. عم نشهد اختراق الى مستويات قياسيه جديده بالاسابيع. اول شيء هذا الرسم هو رسم اسبوعي، لذلك عم نحكي على المدى طويل. البعيد عم نشوف الناسداك هو المؤشر الوحيد يلي نجح بتحقيق ارقام قياسيه جديده، لذلك هو المؤشر الاقوى، وحاليا هو متجه الى مستويات 7770. طبعا للاشخاص يلي بدهم يقوموا بعمليه الشراء، وقف الخساره المثالي لازم يكون تحت مستوى 6300، لكن للاشخاص يلي بدهم يدخلوا مضاربه اسرع ممكن يحطوا وقف خساره عند 6850، مستهدفين 7770. اللافت بمؤشر الناسداك انه انا بعتقد رح يكون هو المؤشر الاقوى او مؤشر الافضل اداء بالرغم من الحرب التجاريه اللي ممكن تضرب اسواق الاسهم عالميا. يعني الناسداك واسهم قطاع التقنيه في الولايات المتحده الامريكيه قد يستمر في الاداء الايجابي، ونلاحظ ان هذه الاسهم تستمر في التفوق. حبيبي هذه وجهه نظر فنيه بحته يعني تبعيده تماما عن الاساسيات. شكرا لك حبيب عقيقي كبير استراتيجية الأسواق في تريدبيديا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة في هذه الحلقة، وإلى اللقاء بمشاهدة الأسبوع المقبل. شكرا.